القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحياناً الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ثم أغلق الملف، لا يدري كم ظل نائماً، ولعله لا يهمه أن يعرف. أحداث تيفي. سمع من يقول إن الحافلة وصلت المحطة الطرقية لبن قردان وتلك وجهته. لم يكن يحمل معه سوى حقيبة صغيرة دس بها ملابس داخلية وسروالا وقميصا. الجو حار، نحن في غشت من العام 10 و2000، الوقت فجر، ومع ذلك فإن الجو يوحي بيوم شديد الحرارة. ليس في الأمر ما يستغربه هذا الشاب الآتي من القصرين. نزل المسافرون تباعا وسريعا اختفوا تقلهم سيارات أجرة. قلة منهم لم يتعجلوا وكان أحدهم. كانت المرة الأولى التي يأتي فيها منير بن خميس إلى بن قردان. لم يخبر أحدا برحيله عن القصرين، ولم يكن لديه في الظاهر على الأقل ما يحمله على ترك المدينة التي استقر بها قبل 5 أعوام بعد أن وجد عملا في مقهى بشارع الطيب المهيري. ارتباطه بالقصرين هو الآتي من بولعابة، حيث ترك عائلته التي تشتغل بالفلاحة، نفس ارتباطه بعلاقة حب مع أسية التي تصغره ب4 سنين. أحبها وأحبته، ثم إنهما تزوجا قبل 2 وكان هو في 24 بينما هي في مستهل ربيعها 20. كان زواجهما مثار جدال في عائلتيهما، عائلة بن خميس وهي عائلة مزارعين، كانت ترى أن الأصلح لابنها أن يتزوج فلاحة تشبهه نسبا وبيئة ويعود إلى بولعابة. وكانت عائلة أسية، عائلة البرهوم، ترى أن زواج أسية من ذلك الشاب القروي منير بن خميس لا مآل له إلا الفشل. عبثا نبه عبد المقصود البرهوم والد أسية إلى الفوارق الكثيرة بين ابنته، ابنة موظف في مصلحة البريد ووسيلة القابلة المعروفة، وذلك الشاب ابن عائلة فلاحة تتعاطى الزراعة المعيشية. ثم إن مساره الدراسي توقف عند السنة الأولى من التعليم الإعدادي. لم تعر أسية اهتماما لما يراه والداها، كما لم يصغ منير إلى ما قاله والده وأيده فيه عمه أحمد. وأمام إصرارهما رضخت العائلتان وأقيم حفل زفاف غاب عنه الفرح. وسريعا بدأت تطفو على السطح متاعب الزوجين الشابين. الأجر الذي يحصل عليه منير من عمله في المقهى لا يكفي لتوفير الكثير من الضروريات. فكرت أسية في البحث عن عمل، ولكنه نهرها بقوة لما طرحت الفكرة، ولم يكن قد أبان من قبل عن غضب بتلك الحدة. كانت الصعوبات تتراكم، ولذلك اختارت أسية أن تؤجل كل إنجاب. لم تخبره بقرارها ذاك، وكان الرجل القروي الكامن بداخله يستعجل الخلف ويحلم أن يراها حاملا أو أن تأتيه يوما ببشارة، ويؤجج لديه تلك الرغبة الجامحة أن والدته تسأله وتلح في السؤال عن الحمل المنتظر كلما زارها، بل إنه لمس من عائلته تلميحا إلى أن أسية عاقر وأن عليه أن يتخذ قرارا وأن يحسم أمره. خرج منير من الباب الكبير للمحطة الطرقية. ضوء الشمس يملأ الأفق ولو لم يظهر قرصها بعد. كل ما يعرفه عن بن قردان أنها معبر حدودي بعده ليبيا، وأن التهريب عماد الاقتصاد بل كل شيء في هذه المدينة. ما يهمه أن يجتاز الحدود بأسرع ما يمكن. ما لديه من مال 10 دنانير لن يكفيه لاستئجار غرفة في فندق أو أن يجلس إلى مائدة في مطعم. عليه أن يتدبر أموره بشكل مختلف. يوم جديد يبدأ، ومعه يظن منير أن مرحلة جديدة من عمره ستبدأ. وهو يمشي بلا هدف معلوم تذكر الذي حدث بالأمس عصرا، لقد قتل أسية. نظر إلى ظاهر كفه فرأى الخدوش التي به، إنها تؤكد أنه قتلها حقا. تملكه إحساس غريب، أحس بحاجة إلى البكاء
ندما أو فرحا لا يدري، ثم إنه سأل نفسه عما إذا كان قتله أسية كان خياره الوحيد. ألم يكتشف أنها ترفض أن تحمل منها، وأنها تتناول دون علمه ولا اتفاق معه حبوب منع الحمل؟ وهو يمشي تذكر وجهها الذي احمر وهو يخنقها، تذكر عينيها الجاحظتين تنظران إليه استجداء واستعطافا قبل أن تغمضهما، تذكر كيف قام جسدها الرشيق بحركات أخيرة سكن بعدها. لقد ماتت، وأن خبر موتها سيشيع قبل مغيب شمس اليوم. قال لنفسه إنه صار الآن بعيدا وسيبتعد أكثر. انتبه إلى أنه صار بمحاذاة سوق ليبيا، عدة سيارات من ماركات فرنسية قديمة تصطف على طول الرصيف، هي سيارات تسخر في نقل البضائع المهربة من ليبيا. لم تكن أبواب السوق قد فتحت بعد. وقف عندها بضعة أشخاص تحاشى إطالة النظر إليهم، عليه أن يستكشف هذا الفضاء. في عمله في المقهى في القصرين كان كثيراً ما يسمع عن نشاط التهريب الذي تعرفه بنجردان، وأنه لا يقتصر على البضائع بل يتسع مجاله لتهريب البشر ونقلهم إلى ما وراء الحدود. وبدا لمنير بن خميس أن يركز كل جهده على الاتصال بمن يمكنه من دخول الأراضي الليبية. في القصرين دب الخوف في عائلة البرهوم. كان الوقت ضحى ذاك الأحد الثامن من غشت من العام 10 و2000. ذهبت وسيلة إلى بيت ابنتها أسية للإطمئنان عليها، إذ لم تكن قد رأتها منذ أسبوعين، وكانت قد اعتادت أن تطرق بابها من وقت لآخر. قرعت جرس الباب مرة ثم أخرى ثم مرات ولم يأتها جواب. تعلم وسيلة أن منير زوج ابنتها يخرج باكراً للالتحاق بعمله هناك في ذلك المقهى بشارع الطيب المهيري. اتصلت بزوجها وأبلغته بأنها قلقة لأن أسية لا ترد. أبلغها بأنه سيلتحق بها. اقتعدت عتبة المنزل وظلت مطرقة. ولما وصل زوجها ضغط على زر جرس الباب كما فعلت هي من قبل. كان رنينه مسموعاً ولكن لا من مجيب. ولما يأسا قرر أن يبلغ الشرطة، وكذلك تم اقتحام المنزل. مضت أمها إلى غرفة النوم، وكانت أول من اكتشف الجسم النحيف الممدد على الفراش. الصرخة التي أطلقتها جعلت رجلي الشرطة اللذين فتحا الباب يقبلان إلى غرفة النوم. جس أحدهما نبضها، ثم إنه قال بنبرة من اكتشف شيئا ثمينا إنها حية. كانت أمها منهارة في الصالون. لم تتأخر سيارة إسعاف في الوصول وحملت أسية إلى المستشفى الجهوي. ستمضي هناك عدة أيام قبل أن تستعيد عافيتها. فتحت الشرطة بحثا قضائيا واستمعت إلى أسية التي باحت بما حدث. قالت إن منير انقلب مجرما لما اكتشف أنها لا ترغب في الإنجاب ما لم تستقر أوضاعهما المادية، وإنه خنقها بكل ما أوتي من قوة ولم يتركها إلا بعد أن أيقن أنها أسلمت الروح. صار منير بن خميس مبحوثا عنه للاشتباه في محاولته قتل زوجته أسية بنت عبد المقصود البرهوم. بعد أيام عممت صورته على كل مراكز الشرطة. قد يكون خطر ببال منير أن البحث عنه قد بدأ، ولعله ظن أن أسية ووريت الثرى وصار لها قبر يحمل اسمها. كان الأسبوع الثاني في بنجردان يوشك على نهايته لما تسنى له أن يلتقي بمن سيحمله إلى ليبيا. تعرف إليه في مقهى كان يمضي إليه كلما أعياه التجوال، وقد عمل حمالاً ينزل البضائع من المركبات التي تأتي بها من ليبيا. وكان عمله الشاق ذاك ما أتاح له اللقاء بهذا الذي يعده بإدخاله إلى ليبيا. لم يكن لدى منير ما يكفيه لدفع المقابل، وكان الاتفاق على أن يعمل لحساب شبكة للتهريب 3 أشهر لا يحصل خلالها على أجر. لم يكن له أن يرفض العرض. وذات ليلة من أواخر غشت
كان من بين ركاب واحدة من تلك العربات القديمة فرنسية الصنع. في لحظة ما سمع من يتحدث همسا عن راس جدير، ورأى رجلا ببذلة لها أزرار معدنية يتقدم ويتلقى شيئا من السائق. سيعلم لاحقا أن العابرين إلى ليبيا من المهربين كانوا كثيرا ما يدفعون رشاوى في نقطتي الحدود التونسية كما الليبية. لما انبلج الصبح اكتشف أن السيارة تتبع طريقا جانباه خلاء. بعد وقت لم يطل انحلى عليه الذي دبر عبوره إلى ليبيا وقال له: نحن داخلون إلى زلطن وهناك سيكون المستقر. ثم ابتسم في وجهه ابتسامة كشفت عن أسنان نال منها التسوس. سلكت السيارة القديمة طرقا تخترق البلدة، ثم بعيد اجتيازها مسجدا دخلت زقاقا وتوقفت. نزل السائق، وقف بمحاذاة السيارة وتمطى طويلا، ثم نزل الرجال الذين كانوا على متن السيارة وقال بعضهم لبعض: حمدا لله على السلامة. تقدم السائق إلى باب حديدي يذكر ما بقي به من صباغة أن لونه كان أخضر. دخل الجميع، وقيل لمنير إن عليه ألا يبرح المنزل ما لم يطلب منه ذلك. اقترب منه أكثر ذاك الذي دبر عبوره وأفهمه أن مهمته أن يتولى حراسة ما سينزل بالبيت من بضائع، وأنه لا يحق له فتح العلب ولا الأكياس. حدث نفسه أن هذه الجماعة لا تهرب الملابس والأطعمة، بل إن نشاطها يتسع لمواد خطيرة قد تكون مخدرات أو أسلحة. لم يحاول خداع نفسه، يعلم أن كل مخالفة يضبط بها قد تكلفه حياته. استلقى الرجال على بسط أرسلت على أرضية الغرف الثلاث التي يضمها الطابق الأرضي، بينما ارتقى السلم الذي دبر دخوله إلى ليبيا ومعه السائق. استرسل منير هو أيضا على بساط ولم يلبث أن نام. رأى أسية زوجته التي خنقها وظن أنها ماتت، رأى عينيها الجاحظتين وسمع أنفاسها التي خفتت، ثم رأى في المنام سيارات الشرطة تلاحقه وأمه تبكيه، ورأى أباه المزارع البسيط ممسكا رأسه بين كفيه، وجاءه صوت لم يسمع مثله قط يقول له إنه سيعدم. هب فزعا، جبينه يتصبب عرقا، نظر من حوله فرأى الرجال الثلاثة غارقين في النوم. كان أحدهم يغط ويخرج أصواتا غريبة. نهض ومشى إلى نافذة تكاد تكون في زاوية الغرفة. من وراء شباك حديدي صدئ واجهة منزل كل نوافذه مقفلة، لا شيء آخر يظهر. في ذلك البيت أمضى ثلاثة أشهر، وقد ذكر الذي مكنه من الدخول إلى ليبيا بأن الأشهر الثلاثة المتفق عليها قد انقضت، وأن عليه أن يدفع له أجره إن رغب في البقاء في الخدمة، وقد طمأنه بأنه سيتوصل بأجره كما تم الاتفاق على ذلك. كانت الفترة التي أمضاها في ذلك البيت قد مكنته من نسج بوادر علاقات مع رجال كانوا يأتون بالبضائع التي تخزن هناك إلى أن يتم تهريبها إلى بنجردان. وكان من بين هؤلاء من حدثه ذات مرة عن نيته الهجرة سرا إلى إيطاليا. علم منه أنه يستطيع التوسط له لدى رجل يتولى تنظيم الرحلات البحرية إلى لامبيدوزا في إيطاليا لقاء $2,000. لم يكن يتوفر على المبلغ، ولكن فكرة الإبحار إلى أبعد سكنته وصارت تلح عليه وتدفعه إلى البحث عن مصدر يوفر له ما يدفع به ثمن الإبحار إلى لامبيدوزا. كان اسم تلك الجزيرة الإيطالية الصغيرة يرن في ذهنه رنين الذهب، يحلم بحياة جديدة، أن يركب البحر إلى حيث لا يدركه كابوس قتل أسية. صار حلمه ذاك أقوى من كل عهد قطعه للذي جاء به إلى زلطن. ذات مساء بعد أن جيء ببضاعة جديدة أكياسا وصناديق من ورق مقوى، بعد أن انصرف الحمالون
قرر أن يفتح صندوقاً وكيساً وينظر ما بداخلهما. في الكيس ملابس تشبه الملابس العسكرية، لم يكن بها ما يغريه، فعجل بإغلاق الكيس وإعادته إلى مكانه. فتح الصندوق بعناية حتى لا يبدو عليه أثر الفتح. هنا كانت مفاجأته كبيرة، في الكيس بندقية أرعبه اكتشافها، لم يسبق له أن أمسك بواحدة من قبل. جلس ينظر إلى الصندوق المفتوح، ثم إنه التمع بذهنه سؤال: لما لا يجعلها ثمنا للإبحار إلى لامبيدوزا؟ حمل الصندوق وأخفاه بين أغراض له في تلك الغرفة الصغيرة التي صارت الآن غرفته. وفي الغد التقى الذي قال إنه قادر على التوسط له لدى أحد منظمي رحلات الهجرة السرية، قال له إنه جاهز للقاء بالرجل، وبتلقائية نظم له صاحبه ذاك اللقاء. كان رجلا قصير القامة به بعض من بدانة. سريعا اكتشف منير أنه تونسي هاجر قبل عقود إلى ليبيا، ذلك ما قاله له، ولعل منير تظاهر بأنه يصدقه، ما يهمه أن يتفق. سأله عن الثمن فقال له إنه يطلب 3000 دولار. لا مجال للتعامل بالعملة الليبية أو التونسية. صمت منير قليلا ثم عرض على الرجل قصير القامة أن يعطيه بندقية رشاشة جديدة لم تستعمل. اتسعت عينا الرجل وهو يسمع عرض منير فقد باغته، ثم إنه حاول التظاهر بأنه لا يرى في العرض ما يغري. صمت قليلا ثم قال إنه يريد أن يرى البندقية. لم يكن لمنير أن يصحبه معه إلى المنزل، تواعد على اللقاء بعد ساعتين. حمل منير البندقية بعد أن وضعها في كيس لماركة من الرز معروفة، تفادى اللقاء بأي كان وهو في الطريق إلى الرجل القصير. لما أظهر جزءا من البندقية لم يتمالك قصير القامة نفسه، أمسك بها وأخرجها من الكيس، ثم لعله تفطن إلى خطورة ما قام به فأسرع بإعادتها. نظر في عيني منير وبلا مقدمات قال له إنه يقبل أن يحمله على قاربه إلى البر الإيطالي. كان موعد الرحلة بعد 10 أيام، كان اليوم منها يمر بطيئا، كذلك خيل إليه. وفي الليلة الأخيرة له في ذلك المنزل في زلطن استيقظ أكثر من مرة فزعا، رأى زوجته أسية، ورأى الشرطة تمسك به، وأحس حبل المشنقة حول رقبته، ورأى الجماعة التي يعمل لحسابها تحاكمه لأنه خان وتقضي بذبحه وإلقاء جثته في البحر. كان موعده مع الرجل القصير في 4 عصرا ليقوده إلى حيث القارب. لما وصل فوجئ بتلك الأعداد الكبيرة من المرشحين للإبحار. طمأنه الرجل قصير القامة بأنه اتخذ كل الاحتياطات حتى تمر الرحلة بسلام. لما أسدل الليل سطره على الشاطئ اقتيد المرشحون للهجرة مجموعات إلى القارب الذي لم يكن يظهر منه إلا ملامح هيكله الخشبي وكأنه ظل قارب. لما اكتمل وصول المبحرين وأغلبهم من أفارقة ما جنوب الساحل سمع صوت المحرك، ذكره بصوت مضخة الري في مزرعة عائلته في بولعابة. أحس الراكبون بالقارب يتحرك إلى أفق مظلم، كلهم صامتون. لما توغل القارب أبعد عن الشاطئ أحسوا بموج عال يتقاذفه، وبعد نصف ساعة انقلب القارب وتفرق الذين كانوا على متنه. سمعت أصوات تستغيث وأصوات تنطق الشهادتين وأخرى تنادي على أمهاتها. يومين بعد ذلك عرف غرق القارب، وقالت الأخبار إن 35 ممن كانوا مبحرين ابتلعهم البحر. مرت على تلك الحادثة 4 أيام لما اكتشفت أولى الجثث قبالة جرجيس. لتحديد هوية الجثث كانت ترفع بصماتها، تبين أن واحدة من تلك الجثث التي بدأ ينالها التحلل هي جثة منير بن خميس. بعد فترة
أدرجت الوثائق التي تثبت موته غرقاً في ملف المتابعة القضائية التي كانت مفتوحة ضده بتهمة محاولة قتل زوجته أسية، ثم أغلق الملف. خيرة واللقيط. في مدينة أبي الجعد الشهيرة بضريح سيدي بوعبيد الشرقي يتعارف الناس فيما بينهم، بل إن الموسم السنوي الذي يقام هناك منذ قروننا الآن ظل مناسبة يلتقي فيها الوافدون من القرى والقبائل المجاورة. في هذا الموسم كما في مواسم دينية كثيرة فرصة للبيع والشراء والتبادل وقضاء مآرب وحاجات. في مستهل ثمانينيات القرن الماضي، ربما حدث ذلك في العام 83، كانت خيرة من الوافدين على ضريح بوعبيد الشرقي. جاءت من الدار البيضاء ولم تكن المرة الأولى التي تحضر فيها الموسم، وكما لكل آت إلى الموسم غاية وحاجة، كانت حاجة خيرة أن ترزق الولد، وكانت تأتي المواسم متوسلة. مرت 20 سنة على زواجها من عبد الرزاق مسامح ولم يأتي الخلف. كان عبد الرزاق يدفع بأنه أجرى كل الفحوص الطبية وأنه لا عيب فيه. تقترب المرأة من 40 الآن، وأكثر ما تخشاه أن يتزوج عبد الرزاق من أخرى، بالرغم من أنه يبين لها عن حبه في كل مناسبة، ولكنها تتساءل أليس من حقه أن يكون له خلف يحمل اسمه من بعده؟ في تلك السنة رافق عبد الرزاق زوجته إلى موسم سيدي بوعبيد الشرقي، إذ صادف الموسم أن الرجل كان في عطلة. حين كان يأتي الحديث عن مدينة أبي الجعد كان يتحدث بحماس لا يخفى عن تلك الأيام التي أمضاها هناك وعن الناس الذين تعرف عليهم وحكايات كثير منهم، وبعضها لم يكن يخلو من غرابة. والواقع أن المناسبات مثل المواسم الدينية وتلك التي في حكمها تكون زاخرة بالكثير مما يدخل في صنف العجائبيات. كانت خيرة تنهمك في كل الطقوس وتنخرط في كل ما يدخل في إقامة الموسم، ترجو أن تحظى ببركة من المكان واللحظة الزمنية فتحمل وتلد لعبد الرزاق ولدا يرثه بعد عمر طويل. هي تعلم أن زوجها كان وحيد أبويه، وأن عائلته لم يعد على قيد الحياة منها إلا بضعة رجال ونساء أدركهم الكبر. في اليوم الأخير من الموسم بعد ليلة من الأذكار والحضرة امتدت حتى مشارف الفجر، استيقظ الزوجان متأخرين. كانت الساعة تشير إلى 11، عليهما أن يسلم مفتاح السكن الذي استأجره. لما خرج لمس سريعا الفرق الكبير بين الحركة التي كانت دائبة في محيط الزاوية الشرقاوية وذاك الهدوء السائد الآن. رغبت خيرة في التبرك مرة أخيرة بضريح الولي الصالح قبل سفرها إلى الدار البيضاء. وهما في الطريق إلى المحطة ولم يكونا قد ابتعدا كثيرا عن الضريح، سمعت خيرة ما يشبه صوت رضيع استيقظ لتوه من النوم. لم يكن هناك من أحد، توقفت وأصاخت. كان أسفل جدار قديم به أثر من صباغة صفراء صندوق من الورق المقوى يحمل اسم ماركة من زيت المائدة. الصوت يأتي من الصندوق. كان عبد الرزاق قد تقدم عدة خطوات لما تفطن إلى أن خيرة تخلفت عنه. التفت نحوها فرآها منحنية تنظر إلى ما بداخل الصندوق. نظرت إليه، لم تتكلم، ولكنها دعته أن يسرع ليرى. في صندوق الورق المقوى ذاك وليد. لم يكن لدى خيرة ولا زوجها أدنى شك في أن التي ولدت تركت وليدها واختفت. نظرا من حولهما فلم يرمق أحدا. همست خيرة لزوجها أنها بركة الولي الصالح، وأن عليهما أن يأخذ ما عثر عليه ويسرع إلى المحطة. كان عبد الرزاق مندهشا بينما أخرجت خيرة الوليد من الصندوق. كان ملفوفا في قطع من قماش مزركش، ومعه زجاجة رضاعة بها قليل من الحليب. احتضنته خيرة
فهدأ. مشت هي وزوجها لا يلويان على شيء، لا يعرفان ما إذا كان ما التقطاه ذكرًا أم أنثى. في الطريق فكر عبد الرزاق في شراء حليب للوليد، زوجته لن تستطيع إرضاعه. توقف عند صيدلية غير بعيد عن المحطة الطرقية في انتظار الحافلة التي ستنطلق بهما إلى الدار البيضاء. ألقمت المرأة الوليد ما كان في زجاجة الرضاعة وما لبث أن نام. وقد طلب عبد الرزاق من صاحب مقهى أن يعطيه قليلا من الماء المغلى. أعدت خيرة حليبا، ملأت زجاجة الرضاعة، وظنت أن ذلك سيكفي لإطعام الوليد حتى الوصول إلى الدار البيضاء. في الحافلة صخب يزاد إلى صخب المحرك، وفي الهواء رائحة المازوت ممزوجة بروائح السجائر. على مدى الساعات التي استغرقتها الرحلة كانت خيرة تحرص على أن لا يسمع صراخ الوليد، لا ترغب أن يشك في أمرها فتسأل عنه. بجانبها في الكرسي الملاصق لكرسيها أخذ النوم عبد الرزاق، ففتح فاه مشرعا. لما وصل الدار البيضاء عجل بركوب سيارة أجرة إلى سيدي البرنوصي، حيث يكتريان منزلا منذ زواجهما قبل عقدين من الزمن. أسرع عبد الرزاق بفتح الباب ودخلت خيرة. ستكتشف بعد لحظات أن الوليد الذي تحمله ذكر. كان يصرخ، تعلم أن عليها الآن أن تنظفه. طلبت من زوجها أن يدفئ الماء. صارت في البيت حياة لا تشبه تلك التي كانت قبل سنين. لما فرغت من نظافة الوليد أعدت له حليبا وأرضعته. نام. لم يكن ليخفى على عبد الرزاق أن عليه أن يقوم بالإجراءات المطلوبة لتوفير وضعية قانونية لهذا الوليد الذي دخل بيته. حين سيتكرر صراخه ليلا أو نهارا سيعلم الجيران. حين حدث زوجته عن ذلك قالت إنها ستقول إنه ولدها وإنها حملت به. ضحكت ووضعت يديها على مقدمة بطنها. كانت امرأة مكتنزة، ولم يبذل عبد الرزاق جهدا في استيعاب ما تقصده. كانت تريد أن تقول إنها تستطيع أن تزعم أنها حملت، وأن المخاض فاجأها وهي في زيارة لأقاربها في البادية. بدا كل ذلك متسقا ومنسجما، وإن كانت ملامح خيرة لا تشبه في شيء ملامح نفساء. لها أن تقول إن من النساء من بنيتهن قوية كبنيتها هي، فلا تظهر عليهن علامات الحمل ولا النفاس. تقبل عبد الرزاق الفكرة بينما بدت خيرة متقنة دور الأم. بعد بضعة أسابيع تمكن من الحصول على كناش الحالة المدنية، وقد دون به الوليد باسم عزيز كما أرادت خيرة. وحتى تبدد فضول الفضوليات من جاراتها قررت أن تقيم حفل عقيقة قدمت فيه أطباق لحم خروف وصدحت فيه الأصوات بالغناء. مع ذلك غداة الحفل سارت في الدرب وشوشة تشكك في صدق ما تزعمه خيرة من أنها حملت ووضعت مولودا ذكرا. ولأنها تجاهلت الأمر ما لبثت انخبت جذوة تلك الوشوشة، وانصرفت كل ذات بيت إلى أمورها. ثم صارت خيرة تسأل عن عزيز، وكانت من قبل لا تسأل إلا عن حال رب البيت زوجها. على مدى الشهور الأولى كانت الأمور عادية. تهتم خيرة بولدها الذي قالت يوم عثرت عليه إنه بركة الولي الصالح، ثم بدأت تظهر لها علامات لم تكن لتروقها. صار يتجلى يوما بعد آخر أن بشرة الرضيع تميل إلى السمرة، ولم يكن بخيرة ولا زوجها سمرة. حيرتها تزداد يوما بعد آخر. وقد يكون عبد الرزاق أثار الموضوع مع أصدقاء يجالسهم في المقهى، ولعله جاء من مجالسه تلك بما هون بعض الشيء عن خيرة. قد يكون أحد من الأجداد أسمر البشرة، وصارت تردد ذلك من حين إلى آخر. ترعرع عزيز في سيدي البرنوصي، اختلف إلى أقسام مدارسها الابتدائية فالثانوية كما أطفال الحي. لما بلغ 16
كان يفوق أبويه طولا. لم تكن تلك مشكلته، ولكن المشكلة كانت في لون بشرته، وكانت تراوده منذ اللحظات الأولى لمراهقته تلك الأسئلة التي كثيرا ما تداهم المراهقين، ومنها سؤال الهوية والانتماء إلى الأسرة وحقيقة أبوة الأبوين. كان يبحث عن هويته وهو يرى الفارق في الشكل بينه وأبويه، ولعلها وسوسات رددها أطرابه في الحي تناهت إلى سمعه تقول إن خيرة وزوجها تبنياه. كان في كل ذلك ما يشوش على مساره الدراسي. في العام الذي حصل فيه على البكالوريا توفي والده عبد الرزاق مسامح. كانت خيرة تحس بأن عزيز يبتعد عنها كل يوم أكثر، بل إنه كان المرة تلو الأخرى يسألها أن تخبره عن عائلته الحقيقية. لم يكن لديها من رد، وقد أعياها القول إنها أمه التي حملته وولدته وأرضعته، إلا أن تلقي إليه في كل مرة بكناش الحالة المدنية، هم ذات مرة بتمزيقه. لم يكن بمقدور خيرة أن تدله على عائلته لأنها لا تعرفها، ولم يكن بمقدورها أن تفضي إليه بالحقيقة التي سيعسر عليه أن يتقبلها. لن تقول له إنه لقيط، صار يصرخ في وجهها، نظراته تتهمها بإخفاء الحقيقة. هي الآن تخطت 60، اكتشفت مؤخرا أنها أصيبت بداء السكري، تعتقد حد اليقين أن السبب في ذلك ما تعانيه مع عزيز الذي استحال نقمة، بعد أن ظنت وهي تلتقطه أنه نعمة وأنه بركة من الولي الصالح. لما التحق بالجامعة كان كثيرا ما يمضي أياما لا يأتي فيها إلى البيت. عادت حياة خيرة إلى ما كانت عليه بعد زواجها من عبد الرزاق، وعلى مدى عقدين من الزمن صارت وحيدة، ولم يعد عزيز يأتي إلا ليطلب منها المال، وكان يتحين أوائل الشهور حيث تستلم ما آل إليها من منحة تقاعد زوجها الهالك. ما لم تكن تعلمه أن عزيز انقطع عن الدراسة منذ فترة. كيف لأرملة في مثل عمرها أن تعلم؟ تراه رجلا الآن عمرا على الأقل، تظن أنها أنقذته وبإمكانه أن يتدبر أموره. لم تكن خيرة ولا زوجها عبد الرزاق غنيين، كان من طينة البسطاء الذين في قلوبهم متسع للجميع. مرات تستحضر خيرة تلك اللحظة التي بلغ مسمعها بكاء الوليد الذي اكتشفته متروكا لقدره. كانت قدره، كانت بحاجة إلى تفجير مكنون الأمومة لديها، تترحم على عبد الرزاق الذي كان يغمرها بحبه، تعلم أنه ما قبل أن يتبنى ذلك اللقيط إلا إرضاء لزوجته حبيبته. لما كانت تراه يكبر تقول إنها أحسنت فعلا لما حملته، فقد يكون لها عونا وسندا لما يتقدم بها العمر. مرت السنوات وها هي ترى عاجزة أن كل الذي زرعته لم ينبت إلا الشوك، وما ظهر من ثمره مذاقه مر كالعلقم. تتجرع المرأة تلك المرارة وتحتمل وخز الأشواك التي تدمي قلبها. كثيرات من جاراتها القديمات رحلن، ولم تعد تجد من تشكو إليه بثها وحزنها. سقيمة هي. غاب عزيز شهرا أو ما يقرب من الشهر، وذات مساء سمعت الباب يفتح. تعلم أنه الوحيد الذي لديه نسخة من مفتاح المنزل. من مقعدها رأته يمشي مترنحا، ولم تكن قد رأته على ذلك الحال من قبل. وقف أمامها، نظر إليها بعيون شاردة، تجشأ ثم قال: أنت امرأة شريرة، أنت سرقتني من أمي وأريدك أن تعيديني إلى حضنها الآن. أنا أمك يا عزيز، بصوتها خفوت. قهقه وكاد يسقط. الآن صارت تشم بوضوح رائحة الخمر التي تحملها أنفاسه. لم يعد ذاك الطفل الذي راهنت على اتخاذه ولدا. حاولت أن تحافظ على هدوئها،
ولكنه كان يصرخ ملء أنفاسه وعاد يطالبها بإعادته إلى أمه، يتهمها بأنها خطفته. وهي تسمعه كانت تتساءل عما إذا كان عليها أن تخبره بكل شيء وأن تنهي هذه المأساة متعددة الأوجه التي تعيشها منذ 6 أو 7 سنوات. هل تبوح له بالسر الذي لم يكن يعلمه إلا زوجها الهالك؟ هل تبوح؟ في لحظة ما لم تعد تسمع كلامه مع أنه كان يواصل صراخه. ترى شفتيه تتحركان ويديه ترسمان حركات دائرية في الهواء وهو يترنح. لم تعد تقوى على التحمل أكثر لتقل له حقيقته كاملة. نهرته ولم تكن قد فعلت مذ كان صبيا. قد يكون ذلك ما أخرجه مما كان فيه. توقفت يداه عن الحركة، وقف فاغرا فاه. في فسحة الصمت التي حلت قالت خيرة: تريد أن تعود إلى أمك؟ تريد أن تنبش ماضيك؟ اعلم يا ولدي أن ماضيك أليم. يصغي وكأنه شخص غير الشخص الذي كان يملأ البيت صراخا وصياحا. جلس كما كان الصغار ذات زمن يجلسون متحلقين حول الجدات ينصتون إلى تلك الحكايات التي تجعلهم يسبحون في فضاءات الخيال الواسعة. كانت عيناها دامعتان. قالت بنبرة من يكمل قصة بدأها آنفا: سأحكي لك كل شيء، سأحكي لك ما حدث لما كنت بلا وعي. صحيح أن سمرة بشرتك لا تنسجم مع بياض بشرتي وبشرة المرحوم. نعم، نحن لم ننجبك. صاح: ألم أقل لك؟ ألم أقل إنك سرقتني من أمي؟ ألم أقل؟ اهدأ، اجلس مكانك وستعلم كل شيء. أنا لست سارقة أطفال، لم أخطفك من حضن أمك التي لا أعرفها ولم أرها. وجدتك في صندوق من ورق مقوى عند أسفل جدار في أبي الجعد. كنت تتضور جوعا، حملتك وضممتك إلى صدري وأسكنتك قلبي. أمك التي ولدتك رمتك خوفا من عار أو بسبب الفقر، لست أدري. تلك بداية قصتك. اتخذتك وزوجي ولدا، أردنا إنقاذك من الضياع وقد وفقنا الله في ذلك، وجعلناك على طريق لو كنت التزمته لانتهى بك إلى خير كثير، ولكنك اخترت طريقا آخر. رأته يترنح وهو جالس، لم تتوقف عن الكلام بمرارة ليس مثلها مرارة. أنقذناك وسميناك عزيزا، ولكنك اخترت طريق الشر وقابلت إحساننا بالإساءة ونكران الجميل. لست أدري إن كانت أمك شريرة، وليس لي أن أقول إنك رضعت منها شرا، لأنني يوم عثرت عليك مرميا لم تكن قد مرت على ولادتك سوى سويعات أو يوم واحد على الأكثر. الدموع التي كانت تنهمر من مقلتيها صارت ستارا جعل ملامح عزيز غير واضحة. رأته يميل ثم يسقط ممددا على الأرض، وكأن ما صدر منه لم يكن. نهضت من مكانها وانحنت عليه: عزيز، عزيز، ما بك يا ولدي؟ لم يكن يرد. حركته مرات متتالية وظنت أنه أغمي عليه. فتحت الباب وطرقت باب جيران لها، هرعوا معها إلى الداخل. لم يكن لديهم شك، مات عزيز. لاحقا أثبت التشريح الذي أخضعت له جثته أنه فارق الحياة لتناوله جرعة زائدة من مخدر الهيروين. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. حادثة عند قنطرة تهدرت. لم تكن ليلة هادئة، مرات متتالية لسعه البعوض، كان يهش بيده في الظلام يحاول أن يبعده، وفي كل مرة كان يمضي بكفه إلى حيث اللسعة فيهرش المكان هرشا غير لطيف. تسلل إلى الغرفة ضوء الصباح. لما نظر إلى الجدار الذي كان نائما بجانبه
رأى بضع بعوضات تلتصق به، كانت منتفخة. ضرب إحداها بباطن كفه، لم يدع لها فرصة للهروب. التصقت بالجدار المصبوغ بالجير، ومن حولها هالة من دم تشبه شكلها. مسح كفه في سرواله، نظر إن كانت هناك بعوضات أخرى. رأى واحدة وكانت قريبة من السقف، فتح الباب. الآن فقط تبين المكان الذي آوى إليه في الليل. كانت الليلة الأولى لعزيز المرصيوي هناك. اكتشف أن هذا السكن ذا الغرفة الوحيدة يقع في أطراف قرية لم تطأها قدماه من قبل. جلس على عتبة الباب، نظر إلى ساعديه فرأى آثار لسعات البعوض تلك التي مزقت نومه. ثم إنه تذكر كل شيء. تذكر السيارة التي تركها على جانب الطريق قبيل قنطرة تهدارت على الطريق بين طنجة وأصيلة. لا يصدق أنه نجا من الحادثة، ويعلم أنه لو بقي هناك لكان الآن في قبضة رجال الدرك. تذكر اللحظات الأخيرة في تلك الجلسة مع خلانه في منزل العرب الفتيلة. حضرت قنينات الجعة ولفافات الحشيش وحكايات بلا نهاية. يذكر أنه عرض على فوزي صديقه الآخر أن يرافقه في جولة إلى أصيلة، وأنه لما رفض ودعهم ونزل السلم. كانت الحركة لا تزال دائبة في أزقة حي المصلى. ركب السيارة وانطلق، يذكر كل هذا. في رأسه طنين يظن أنه من مخلفات تلك الجلسة في منزل الفتيلة. يبدو أن ذلك اليوم سيكون حاراً. فصل الخريف الذي حل منذ أسابيع بدا محتفظاً بملامح عز الصيف. غير بعيد أسفل الربوة حيث هو، راع يرافقه كلب أرقط يقود قطيعاً يتعايش فيه الخرفان والماعز. رأى النهر يتلوى، لا يظن أنه مر من هنا من قبل ولا يدري كيف وصل. في تلك الليلة، وهذا لم يكن يعلمه عزيز المرصيوي، أبلغت سرية الدرك الملكي بحادثة انقلاب سيارة خفيفة على بعد بضع عشرات الأمتار قبل مدخل جسر تهدارت. وحين وصل رجال الدرك إلى المكان لم يجدوا إلا السيارة المنكوبة على جانب الطريق، لم يعثر على أثر لمن كانوا على متنها. ورجح الدركيون أن شخصا واحدا كان على متنها وحده. باب السائق كان مفتوحا بينما ظلت باقي الأبواب مغلقة، المفاتيح مكانها. وظن رجال الدرك الذين أعدوا محضر المعاينة أن تلك السيارة مسروقة، وقد صدق ظنهم، فقد كانت موضوع إبلاغ عن سرقة تقدم به صاحب السيارة قبل يومين إلى مصالح الدرك بطنجة. في الأشياء التي رصدت داخل السيارة المنقلبة بضع زجاجات جوعة فارغة وسكين من الحجم المتوسط. في الصباح حملت السيارة إلى طنجة. لم يكن عزيز المرصيوي يدري بكل الذي حدث بعد أن انقلبت به السيارة، ولكنه لم يكن ليغيب عن تخمينه. لا يشك وما ينبغي له أن يشك في أنه صار الآن من المبحوث عنهم، وأنه ربما وقع في النهاية في يد الدرك. أخرج من جيبه علبة سجائر نال شكلها تشوه ظاهر. أخرج سيجارة لم تعد محتفظة برشاقتها، مررها بين سبابته وإبهامه يقوم معوج من شكلها. أشعلها وشرب منها مرتين. مضى نظره إلى الراعي وقطيعه الذي ابتعد الآن. أحس بعياء، عاد إلى داخل الغرفة وأغلق الباب. امتلأ المكان بدخان سيجارته، تمدد حيث نام. كل ما يشغل باله الآن ألا يقبض عليه. لما انتصف اليوم وعاد كل ذي نفس إلى ظل يقيه حر الشمس، خرج وتوجه إلى حيث لا يعلم. فكر في اتباع النهر. قبل أن يبلغ ضفته التقى رجلا في منتصف العمر، دفعه فضوله إلى أن يسأله عن اسم القرية التي بات على أطرافها. لم يتوقف الرجل، رد وأسارير وجهه تشي باستغرابه أن يسأل عن اسم القرية. الخوشة، ألا تعرف الخوشة؟ لم يسمع عزيز من قبل بهذه القرية. ما يهمه الآن
أن يبتعد أكثر. اتبع واد الحاشف الذي يتلوى على صفحة أرض خفيضة. أحس بالعطش. الماء المنساب في الواد يكتسب لونا يميل إلى الخضرة. قاوم عطشه لفترة، ثم إنه لم يجد بديلا عن النهل منه. انبطح على الأرض واغترف من الواد غرفات خففت ما به من عطش. لا يدري تحديدا إلى أين سيقوده الواد. عاوده التعب، انزوى إلى ظل شجرة تين وحيدة. قلب عينيه بين أغصانها، تراءت له بضع حبات في الأعلى. ظل ينظر إليها، كيف له أن يبلغها؟ يرى أن الأغصان في الأعلى لن تتحمل وزنه. قرر أن يجازف، تسلق جذع الشجرة، ثم اتبع غصنا سميكا. صار أقرب إلى تلك الحبات التي تخلفت عن موسم التين. مد يده فأمسك بتلك التي كانت الأقرب، فتحها، ولما اطمأن إلى أنها خالية من الدود دفع بها إلى فيه. هز الأغصان الدقيقة في الأعلى، فرأى حبات التين تتساقط لفرط نضجها. نزل وراح يبحث عنها ويلتقطها بين مخلفات حصيد. بعد أن التهمها واطمأنت معدته، بدا وقد استعاد وعيه كاملا الآن. هي المرة الأولى التي لن يذهب فيها إلى ورشة المعلم عبد القادر لإصلاح عوادم السيارات. لقد أمضى في تلك الورشة 8 أعوام، تعلم فيها الكثير. كان المعلم عبد القادر يعطيه لقاء عمله أجرا أسبوعيا قدره 250 درهما، ولكنه كان يحصل أحيانا على بعض الإكراميات من الزبائن. الآن لن يحصل على ذلك الأجر الأسبوعي الهزيل، ولن تقبض يمناه تلك الإكراميات من الزبائن. انتهى كل شيء. تذكر أمه التي كانت ترقب عودته إلى المنزل كل مساء. أحس بندم شديد. عليه أن يبحث عن مكان يتخفى فيه ولو إلى حين. نهض من مكانه متبعا مجرى الواد. مشى ما بقي من النهار، ثم إنه وقد مالت الشمس للمغيب وصل إلى السد الكبير. صباح 18 سبتمبر من العام 2011، وكان قد مر على اختفاء عزيز المرصيوي 4 أيام، جاء إلى محل المعلم عبد القادر لإصلاح عوادم السيارات رجل من الشرطة يسأل عن عزيز. لم يكن للمعلم عبد القادر ما يرد به. قال إنه لم يره منذ أن دفع له أجره الأسبوعي مساء السبت كما كان يفعل نهاية كل أسبوع. سيعلم أن والدة عزيز لما طال انتظارها أبلغت عن اختفائه. لم تكن تعرف أحداً ممن صار يخالطهم منذ 4 أعوام. في مصلحة الدرك تم الاتصال بصاحب السيارة التي عثر عليها وقد انقلبت قرب قنطرة تهدرت، ولحقتها أضرار جسيمة. لم يكن الرجل، وهو موظف متقاعد كان يعمل في قطاع الصحة، يتصور أن تسرق سيارته من حيث اعتاد أن يركنها وتحت أنظار الحارس. كانت في أقواله معلومة لم تستوقف لحظتها من تولى الاستماع إليها. قال إنه قام قبل أيام بإصلاح العادم وتغيير أجزاء منها، وأشار إلى ورشة المعلم عبد القادر. لما سئل عما إذا كان يشك في شخص ما، رد نافيا. تطل على سد 9 أبريل منازل متناثرة على مرتفع يغلب الصخر على مكوناته. وقد وجد عزيز مأوى له في زريبة مهجورة يعود إليها كل مساء. اكتشف منذ اليوم التالي لوصوله إلى هناك أن المكان لا يبعد كثيرا عن سيوانا على الطريق الرابطة بين تطوان والعرائش. هناك تتوقف حافلات المسافرين عند مطاعم تقدم الأكل المختلف. كان يمضي إلى هناك يتسول طعامه، وكان يحصل أيضا على بعض الدراهم. لم يكن وجوده هناك ليمر دون أن ينتبه إليه. الغرباء يرصدون سريعا، وقد تعود أن يختفي قبل مغيب الشمس ويدلف إلى تلك الزريبة المهجورة. ظن الناس الذين يسكنون المرتفع المطل على السد
أنه من المتشردين، بل إن منهم من حسبه من المجانين الذين يهيمون على وجوههم. ولكن كان هناك أيضا من رأى في بقائه في تلك الزريبة المهجورة مصدر خطر. قال بعضهم إنه قد يكون مجرما هاربا من العدالة، وسعى سكان ممن بيوتهم أقرب إلى تلك الزريبة إلى المقدم ينقلون إليه قلقهم. في طنجة كان التحقيق في قضية السيارة المسروقة قد قطع أشواطا مهمة، وبدا واردا أن يكون الأمر مرتبطا باختفاء عزيز المرصيوي. ففيما أدلى به صاحب السيارة من أقوال أنه وقبل أيام ترك سيارته في ورشة المعلم عبد القادر لإصلاح عوادم السيارات. ولاحظ الباحثون المكلفون بهذه القضية أن الفترة التي سرقت فيها سيارة الموظف المتقاعد تصادف الفترة التي انقطع فيها عزيز عن عمله في الورشة. كان عزيز في 17، ولم يكن يتوفر على بطاقة تعريف وطنية، ولذلك بدا صعبا التثبت من أن البصمات التي تم رفعها من السيارة ومن الأشياء التي عثر عليها فيها بعد الحادثة بصماته هو. مما استوقف الباحثين أيضا أن مفتاح تشغيل السيارة الذي وجد بها كان نسخة عن المفتاح الأصلي الذي ظل لدى مالك السيارة. كان السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح على الباحثين هو حول ما إذا كان عزيز استنسخ مفتاح السيارة حين كانت قيد الإصلاح في ورشة المعلم عبد القادر. صباح 26 من سبتمبر استيقظ عزيز المرصيوي من نومه في زاوية من تلك الزريبة المهجورة. كان يفترش التبن، صارت ملابسه على درجة من الاتساخ غير مسبوقة لديه، تذكره بملابس عمله في ورشة المعلم عبد القادر. حين هم بالخروج من الزريبة وجد بالباب 3 رجال. كان أحدهم يرتدي جلابة صوفية تتعاقب بها خطوط رمادية وأخرى أرجوانية، وهو الذي تقدم نحوه يسأله عما يفعله في هذا المكان. كان سؤاله مربكا، لم يجد له عزيز من جواب إلا أن قال إنه لا يفعل شيئا آخر غير النوم. ثم إن الرجل باغته بأن سأله من أين أتى. كان عليه أن يكذب، قال إنه جاء من كتامة وإنه لم يجد عملا حتى الآن. لم يكترث الرجل الذي سأله إلى أقواله، ولعله لم يصدقه فقرر أن يحسم الأمر. قال له بلهجة لم تكن تنقصها الحدة ولا الصرامة إنه إن عاد إلى تلك الزريبة فإنه سيقبض عليه ويسلمه للدرك. ذاك على وجه التحديد ما لم يكن عزيز يرغب في حدوثه. حرك رأسه بما يوحي بأنه استوعب التحذير. دون ما انتظار ودون أن يلتفت انطلق متأطئا واتبع الطريق التي كان يسلكها كل يوم يريد إلى محطة سيوانا. وهو يجد في السير كان يفكر في الوجهة التي عليه أن يسير فيها، عليه أن يبحث عن مأوى جديد. في سيوانا تتوقف حافلات المسافرين للاستراحة وتناول وجبة غذاء أو كأس شاي. تتوقف هناك الشاحنات أيضاً قبل أن تواصل طريقها إلى العرائش وإلى ما أبعد منها. فكر في التسلل إلى حافلة أو استجداء سائق شاحنة ليحمله معه. يشعر الآن أكثر مما مضى بأن عليه أن يهرب بعيداً. وقف مترصدا عند باب مقهى في سيوانا. توقفت سيارة خفيفة من نفس نوع السيارة التي انقلب بها قرب قنطرة تهدارت. نزل منها رجلان، طلب منهما أن يتصدق عليه بما يفطر به. أخرج أحدهما من جيبه 2 دراهم وأعطاها إياه. في تلك الأثناء توقفت حافلة للمسافرين. تنحى جانبا يراقب. تباعا نزل المسافرون ولم يبق في الحافلة إلا قلة منهم. تبعهم إلى داخل المقهى يستجديهم صدقات، غير أن النادل لحق به وأمسك به ودفعه إلى الخارج. هم بمواجهته ولكنه سرعان ما تذكر أنه ليس له أن يفعل ذلك. في الخارج تهب ريح باردة،
وقد لاحظ أنه لن يستطيع التسلل إلى حافلة للمسافرين، وإن عليه أن يتبع الطريق التي تمضي فيها كل العربات بعد أن تتوقف في سيوانا. لم يكن قد ابتعد كثيراً لما جاءه صوت يناديه باسمه. لم يلتفت إذ ظن أنه ليس الشخص المطلوب، ولكن الصوت ظل يلح في المناداة عليه باسمه، ولما لم يلتفت انقطع الصوت. كان موقناً بأنه في مكان لا يعرفه فيه أحد وواصل السير، ونسي ذلك الصوت الذي ناداه باسمه. أشياء كثيرة انتهت من حياته. على مشارف بلدة جبل حبيب، وبينما هو يسرع الخطو، سمع منبه سيارة من ورائه. التفت فرأى سيارة الدرك. أطلق ساقيه للريح، وكان فيما قام به ما يثير الشك. على بعد أمتار توقفت السيارة. شهد وهو يواصل الجري. كان ضرورياً معرفة الأسباب التي جعلته يهرب مسرعاً. تبعته سيارة الدرك ولاحقت به. أمسك به. حاول الدركيان أن يعرف منه سبب هروبه، ولكنه لم ينطق كلمة واحدة. حمل إلى مركز الدرك، ولما أيقن أن لا مهرب له أفضى بكل شيء. كان ما أدلى به متناسباً مع ما دون في محضر السيارة التي انقلبت على جانب الطريق قرب قنطرة تهدرت. لما نقل إلى طنجة اعترف بالمزيد. قال إنه استغل وجود السيارة في الورشة واستنسخ مفتاحها، لأنه كان يعرف المكان الذي يركنها فيه صاحبها. قال إنه كان يريد أن يظهر لأصدقائه براعته في السياقة، ثم كشف أنه كان ينوي التخلص من السيارة وأنه لم يكن يريد البتة إتلافها. حكى عن اللمة الأخيرة في منزل صديقه العربي الفتيلة. تم توسيع مجال البحث إلى كل أصدقائه، فتبين أن لا صلة لهم بسرقة السيارة. كان عملاً سيئاً قام به بمفرده، وكانت ملتهبة فاتورة ما تسبب فيه من أضرار.